أهلا رمزي، ماذا تفعل بقارورة الماء هذه؟ أترغب في إعادة تعبئتها من جديد؟ حسنا لا تقلق، فهي تصلح لذلك. لكن ليس جميع أنواع البلاستيك كذلك. هذه القارورة تحمل هذا الشعار، وهو رمز ضمن سلسلة رموز تشير إلى نوع البلاستيك المستخدم في المنتج ومدى أمان استخدامه وسهولة إعادة تدويره. أما مثلا قارورة سائل التنظيف فتحمل هذا الرمز، ويدل على استخدام نوع بلاستيك أكثر كثافة عن السابق، لكنه أيضا آمن لإعادة التعبئة، شرط غسله جيدا يا رمزي. أما هذا الرمز فهو خاص بالبلاستيك من نوع PVC القوي الذي يستخدم في أنابيب السباكة والصرف والبناء، لكن حذاري يا رمزي، فهذا النوع غير آمن لإعادة الاستخدام، لكن يمكنك إعادة تدويره وفق معايير محددة. أما هذا الرمز الموجود على أغلفة الطعام البلاستيكية وأكياس القمامة وغيرها، وهذا الرمز الموجود على أغطية القوارير وعلب الأدوية وبعض علب الأطعمة، فكلاهما آمنان لإعادة الاستخدام ولإعادة التدوير، على عكس أنواع البلاستيك التي تحمل هذا الرمز، ويمكنك أن تجده في الغالب على المنتجات المصنوعة من الستايروفوم والتي تحمل أضرارا بيئية جسيمة، لذلك من المفضل تجنبها. وأخيرا وليس آخرا، رقم 7، وهو الرمز الذي يدل على احتواء المنتج لخليط من البلاستيك. وعلى الرغم من أن بعض هذه الخلطات آمنة كما هو الحال في قوارير حليب الرضع، إلا أن معظمها يحتوي على مادة BPA وهي مركب كيميائي له مضار صحي وخيمة، فاحترس منها يا رمزي.